Revue de presse. باش نبدا مع جريدة المغرب اللي اختارت باش تحكي اليوم في صفحتها 4 على تداعيات الاحتجاجات اللي قامت بها مجموعة من الأمنيين واللي كنا حكينا عليها البارح. تقرأوا في المغرب على خلفية الاعتداءات اللفظية والمادية اللي قام بها أمنيون تابعون للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي في ساحة القصبة. إذا ضاع الواجب ضاع الحق، رئاسة الحكومة تقاضي المتورطين والنقابة الوطنية تواصل تحديها. في نفس الموضوع كتبت الشروق في الصفحة 5 وصفت اعتصامهم بالعصيان، رئاسة الحكومة تقاضي الأمنيين. الحكومة أعلنت البارح على مقاضاة كل من يثبت تورطه في الاحتجاجات واقتحام مقر رئاسة الحكومة والاعتداء بالتكسير، وقامت رئاسة الحكومة بإعلام وكيل الجمهورية اللي قبل الملف وتعهد بمتابعة قضائية للموضوع. مش نقعد مع جريدة الشروق وتقرأ في الصفحة 12 خاص رسالة مشفرة أنقذت الأعوان، الأمن الرئاسي ينجو من ضربة إرهابية ثانية. تقرأ تفاصيل لمخطط إرهابي تم إحباطه والحمد لله، وكان يستهدف قوات الأمن الرئاسي مرة أخرى، المرة هذه استهدفهم أثناء قيامهم بتدريباتهم. رسالة مشفرة هي اللي كشفت المخطط هذايا واللي تم إحباطه مرة أخرى، نقول والحمد لله. تفاصيل مثيرة نستدعاكم ونخليكم تقرأوها في مقال جريدة الشروق في الصفحة 12. نختم مع جريدة الصريح، تقرأوا في الصفحة 9 مأساة أليمة بين صفاقس وسيدي بوزيد، غفران تموت بين 4 مستشفيات. مأساة بأتم معنى الكلمة، بنية عمرها 8 سنوات توفيت مؤخرا، وسبب حسب ما تقرأوا في المقال وحسب ما صرحوا به عائلتها وأبوها للجريدة هو اللامبالاة والبيروقراطية متاع مستشفياتنا في تونس. الحكاية شنية؟ المرحومة هذه أصيلة منطقة بير الحفي من ولاية سيدي بوزيد، حست بوجيعة في يدها اليسار وطلعت لها سخانة. دارهم هزوها للاستعجالي في مستشفى المحلي في بير الحفي. بعد الفحص من طرف الطبيب المباشر غادي تم الإذن بنقلها لمستشفى سيدي بوزيد، المستشفى الجاوي بسيدي بوزيد. بوها ما حبش يهزها للسبيطار متاع سيدي بوزيد على خاطر يقول فما نقص كبير في التجهيزات والإطار التربوي، عفوا الإطار الطبي في المستشفى ما عندوش فيه ثقة، هذا على حد تعبيره. دونك حب يهزها للسبيطار قفص. في الاستعجالي متاع قفصة رفضوا مداوات البنية وقالوا له لا، يلزمها ترقد في سبيطار سيدي بوزيد. دونك رجعوها من جديد الاستعجالي في سيدي بوزيد، عملوا التحاليل اللازمة الكل في البريفي بيان سور باش يعجلوا ويسرعوا في العلاج، خاطر تعرفوا انتوما كي باش تدخل تعمل تحليل في الاستعجالي ولا في السبيطار يحب لك 5 ساعات على الاقل. يا اخي طبيبة الاستعجالي في سيدي بوزيد رفضت باش تخرج سيارة اسعاف تهز البنية هذه للسبيطار الجهوي في صفاقس على خاطر البنية بدات حالتها تتعكر، وزادت الطبيبة هذه رفضت باش تعطي للعائلة كشف صحي لحالة البنية. دونك البو عاود هز البنية ورجعها للمستشفى المحلي في بير الحفي باش ياخو ترخيص من طبيبها المباشر اللي عد عليها من الأول باش ينجموا يهزوها لصفاقس. وأخيرا كي تم نقل البنية هذه لصفاقس وقت اللي وصلت للسبيطار حاولوا باش يعملوا كل شيء باش ينقذوها، لكن للأسف البنية حالتها سيئة جدا وتوفات. شو ينجم يقول الواحد كي يقرأ الحكاية هذه ويسمع تفاصيلها في عام 2016 في تونس؟ مازلنا في الأوراق والوثائق وامشي وإيجا، وهذا يبعثك للآخر، والإدارة ترفض والإدارة ما تحبش، وفي الأخير النتيجة هاكم سمعتوها هاكم شفتوها، بنية عمرها 8 سنوات تفارق الحياة لي بون هذاك عمرها والواحد يأمن هذاك عمر العبد، لكن زادة فما أسباب وفما هاكم تشوفوا شنو يصير في مستشفياتنا في تونس. أنا محبش نعلق برشا الحقيقة، يزي معلقت على الأطباء وعلى حالة الصحة في بلادنا المتردية والمتدهورة جدا. خليكم تعليق لكم انتم، نحب نقول ربي يشفي كل المرضى في تونس، وخاصة ربي يشفي الناس اللي همها الوحيد المناصب والكراسي.